صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية على فيسبوك، معكم المحلل التقني ومدرب معتمد فادي شركة جزر الدهرية. بهذه الجلسة رح نقوم بتغطية مباشرة طبعا مثل ما تعودتوا علينا على معظم العملات والأزواج الرئيسية الموجودة عندنا على منصة التداول، وعندي بعض السيناريوهات المفترض اللي بدي أقول لكم إياها وأعطيكم خليني أقول بعض الأفكار للتداول. أنتم بتعرفوا إنه نحن وقفنا تداول في هذا الشهر، يعني أنا هذا الحساب هلا 4800 دولار ما رح أتداول بقى من هلا لآخر شهر، خليني أقول ديسمبر. قبل ما أبتدي بهذه الجلسة بدي أحذركم من المخاطر اللي ممكن تكون موجودة عندي في سوق الفوركس، وطبعا ممكن هذا المجال ما يكون مناسب لجميع المستثمرين. قبل ما تاخذوا قرار وبالتداول طبعا لازم تكون عم بتفكروا بعنايه في اهداف التداول طبعا، ويكون عندكم مستوى الخبره والرغبه المعينه في المخاطره، وبتكون تعرفوا انه ممكن الخسائر تتجاوز راس المال اذا في حال طبعا حصل عنا سليبجز وبعض الفجوات السعريه مع افتتاح السوق طبعا من وراء عطله نهايه الاسبوع. اللي بدي اقول لكم اياه بهذه الجلسه انه نحن وقفنا التداول لشهر ديسمبر، انتم بتعرفوا شو السبب، لانه نحن التقلبات المرتفعه لا يمكن التداول فيها، ولا طبعا المخاطره المرتفعه، ونحن هون فقط للاستثمار وليس ل خلينا نقول التداول بشكل عشوائي او نقدر ناخذ خلينا نقول بعض السيناريوهات المفترضه اللي هي غير جديه او منا متمكنين منها بشكل اساسي. فطبعا اللي بدي اقول لكم اياه انه نحن التداول بده يكون حذر جدا، اللي بده يمشي بهذه الاستراتيجيه ونفس طريقه التداول اللي بنتداول فيها. انتم عارفين انه العمله الاوروبيه الموحده نتوقع ارتفاع على زياره مستوى ال 114.50، ولكن هذا الشيء طبعا ما عم نشهده، وتقلبات مرتفعه وعم ندخل بسايد ويز موفمنت على المرحله اذا بدكم على المدى الوسط للقصير، وعم بتشوفوا على رسم بين الاربع ساعات الارتفاعات والانخفاضات بشكل مفاجئ، وهذا الشيء طبعا بيؤدي لخساره راس المال بشكل سريع، وانا باكد لكم انه المضاربين ما بيقدروا يداينوا بهذا السوق. هلا على سبيل المثال الدولار كاد، كنا ايضا شاهدنا انخفاض مع افتتاح هذا الاسبوع وقلنا خلص هذه هي بدايه الموجه الاندفاعيه بالاتجاه الهابط، ولكن فجاه رجع ارتفع السوق. نفس الشيء الدولاريان انخفاضه من ثم ارتفاع، الاس بي 500 بدينا ارتفاع اكثر من رائع، انخفاض سريع. طب ما ليكوا اسعار الذهب ايضا على اساس انه ابتدينا الانخفاض من مستوى 1230 لل 1216 ارتفاع عن جديد. فبهيدي الحاله عم نقدر نشوف التقلبات الخطيره على الازواج الرئيسيه، وطبعا ما ممكن يكون عندي فرص استثمار رائعه للتداول ونحن كمضاربين. استاذ عمار السوق صعب جدا، يعني لاكون صريح معك ان السوق صعب جدا، ما عم بقدر لاقي اي فرصه ممكن انه ادخل فيها وتكون طبعا فرصه استثمار جديه. اذا بتدخل على الاكونت هيستوري اخر مركزين اسعار الذهب كنا بايعين 0.5 ذهب، كانت من 1226 انخفض السوق لل 1216، اعطينا تقريبا بحدود ال 500 دولار ربح لانه بنصف عقد، رجعنا حطينا وقف الخساره على نفس المستوى بريك ايفن، يعني رجع طلع لمس وقف الخساره ولكن الخساره صفر. واما المركز الاخر استرليني دولار جي بي يو اس دي، توقعنا البيع لان تم اختراق مستويات مهمه وقاعان مهمه، رجع التف السوق ولمس وقف الخساره. فبهيدي الحاله انا خلص لازم اخذ بريك، لازم ارجع انتظر استنى، وطبعا اتمكن من حالي بفرص استثمار اخرى. يعني السوق خسران مركزين، مركز فيه صفر دولار خساره بالذهب ومركز الاسترليني دولار، وانا اكيد انه هلا كل الاشخاص اللي عم بيتداولوا عم يخسروا بالسوق، بفتكر انه ما عندي اي فرص استثمار. فخليني ضلني بلا تداول، ما اعمل هذه الجلسات الصباحيه وجلسات بعد الظهر، بعطيكم افكار للتريدينج، بعطيكم افكار للرسوم البيانيه، ولكن انا بالنسبه لي الافضل عدم التداول. اتوقع انه يكون الدولار يعني عم بيشتغل بهذه الموجه اللي هي تراينجل خلينا نقول او مثلث، وهذه الموجه بتكون تصحيحيه، وكنت قلت لكم نحن بجلسه امس على انه هذا الانخفاض ممكن يكون قد انتهى وابتدينا بالموجه الاندفاعيه بالاتجاه الصاعد، لانه ويف اي بي سي دي واي قد انتهت، ممكن نبتدي بموجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد للدولار ين، وهذا الشيء طبعا بيؤدي لقوه الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسيه الاخرى. استرليني دولار ارتفع لزياده مستوى ال 128 تقريبا 14.16، لمس لي وقف الخساره على اساس بده يكفي بالاتجاه الصاعد، فجاه رجع انعكس بالاتجاه الهابط ورجع كمان عملنا كعان جديده. فطبعا هذا الشيء يعني اكثر من غريب واكثر من صعب انه نحن نقدر نتداول ونجني بعض الارباح. فخلينا نطول بالنا شوي صغيره وننتظر، خلينا نقول طبعا يعني استاذ طبعا يعني كلنا عم نواجه نفس المشاكل، عم نخسر كل الارباح. خلينا نوقف تداول، نصيحه الي، خلينا نصيحه مني لكم، خلينا نوقف تداول ونرجع ننتظر شهر جانوري، يعني تداولنا خلينا نقول كل السنه 11 شهر ونص بالسنه عم نتداول، ما في ناخذ نص شهر بريك،
معلش خلينا بس شهر بريك ناخده من هلا لجانيوري لاول شهر القادم وبدايه سنه تداول جديده بسنه 2019 نرجع نبتدي خلينا نقول على نظيف وعلى جديد. وانا بوعدكم رح تكون عندي فرص استثمار اكثر من مميزه الشهر السنه الجاي، وطبعا رح يكون عندي بعض السيناريوهات التداول. وانتم بتعرفوا انه المحللين التقنيين ما بيضلوا خلينا نقول طبعا ثابتين باستراتيجيات التداول طبعا، بيتاقلموا مع تغيرات وتقلبات السوق ومع سيكولوجيه التداول البيهيفير تبعه. فبهي الحاله بدي اجرب لكم اياه انه انا رح اعدل هذه الاستراتيجيه، وبوعدكم انه رح اعدل استراتيجيه التداول كثيره بسنه 2019 لاقدر خلينا نقول كون اكثر من جدي بالتداول واقدر اتاقلم مع تغيرات وتقلبات السوق اللي عم نشهدها. ما في شك انه لازم نعدل بعض استراتيجيه التداول، لازم نعدل بعض المؤشرات اللي عم نتداول فيها، وبهذه الحاله نقدر نجني بعض الارباح. انا بالنسبه لي طبعا يعني هذه الجلسات الصباحيه فقط للاستثمار ولتحديد بعض السيناريوهات المفترضه، ولكن خلينا نتكلم عن شيء اخر. اوكي يعني طبعا استسكارم صعب تقنع العميل يبطل يعني انا واجهت كثير مشاكل لما كنت عم دير محافظ، مش هيك هلا بالوقت الحالي لما انا ابتديت اذا بدكم يعني صار عندي راس مال اتداول فيه، بطلت عم دير محافظ، بطلت عم بقدر خلينا نقول اخذ اشخاص واتعامل معهم، لانه في بعض الاشخاص ما بيفهموا بالسوق، بقول لك والله انا كنت اعمل ارباح خلينا نقول 3000 و5000 دولار بالشهر، هلا عم تعمل لي 2000 او 3000، يعني نزلنا 2000 دولار، يا حبيبي طب ما في شيء ثابت بسوق الفوركس، هيدي فرص استثمار، هيدي خلينا نقول تقلبات بالسوق، هيدي اسعار عم تتقلب، ما في شيء ثابت، يعني شكون ربك في ارباح. فبهيدي الحاله بعض الاشخاص ما بيستوعبوا او ما بيفهموا فكره التغيرات بسوق الفوركس وايضا المخاطر اللي ممكن نواجهها. فطبعا يعني بالنسبه لإلي العملاء اللي ما بيقدروا يفهموا ما مفروض نتداول معهم، وما مفروض اصلا يكون عندنا صله فيهم، لانه بيكون عندهم تاثير سلبي لنا على المدى الطويل. بالنسبه لاسترليني دولار، انتم عارفين انه انا بعد رايي نصيب مستوى ال 61% وال 76.4 لمستويات ال 21. هلا انا كنت مستنظر هذه المستويات طبعا نصيبها من وراء بريكزيت، يعني تخرج بريطانيا وتخفض السوق بحدود ال 700 نقطه ونبتدي بالارتفاع عن جديد. فطبعا هذا الانخفاض ممكن اذا بدكم يعطيني اذا بدكم يعني فرصه او امل على انه الاتجاه الهابط للعملات الرئيسيه نتوقعها مقابل الدولار الامريكي. ولكن بترجع بتدخل على عملات اخرى بتشوف انه الدولار ين، طبعا هون بنشوف الاسترليني ممكن يضعف، بنفوت على اليورو دولار، اعطيني اشاره شراء يا جماعه، على الرسم بين الاسبوعي نمط احتوائي ايجابي باللون الاخضر، اعطيني اشاره ايجابيه لازم نرتفع لمستوى 116 117. طب مين بنصدق، اليورو دولار ولا استرليني دولار؟ هذا اعطيني مراكز بيع، هذيك اعطيني مراكز شراء. فهذه التقلبات والذهب طبعا متحير، شيء بيعطيني بيع شيء بيعطيني شراء. فطبعا هذه الرسوم البيانية اللي عم نشوفها وهذه التقلبات فقط بتشوفوها بشهر ديسمبر فقط فقط فقط، وانا اكثر من واثق بكلامي. فهلا بالنسبه لنا خلينا نتكلم شوي صغيره عن امور اخرى، ممكن ندخل على الاجنده الاقتصاديه نشوف اذا عندي بعض الاخبار المهمه. بفتكر اليوم عندي اخبار مهمه على سي بي اي على كندا، فان شاء الله تكون التقلبات لمصلحتنا ويبتدي بالانخفاض الدولار مقابل الكندي وتبتدي العمله الكنديه بالارتفاع. يعني الاقتصاد الكندي هو منه مميز ولكن منه سيء جدا، عندهم اذا بدكم امان، مش مثلنا مثل الدول العربيه الدوله بتسرق الشعب، لا عندهم بكندا الدوله والاقتصاد اكثر من رائع، ولكن مش بالضروره يكون افضل من الولايات المتحده كرمال يقوى على الدولار الكندي، ولكن ممكن انه نبتدي بالارتفاع. اليوم ديسمبر 5 ديسمبر 5 خلينا نشوف شو عنا. عنا استرليني سيرفيسز بي ام اي ممكن تصدر عنا تقلبات بعد 6 دقائق هلا يعني على 11:30. خلينا نشوف شو ممكن يصير باسترليني ونفوت نحلل سويا اذا على السيرفيسز بي ام اي ممكن تقلب تزيد التقلبات باسترليني دولار ونشهد سويا هذه البيانات. عند المورجج اندكس على الدولار الامريكي منه شيء مهم ابدا. على الكندي انترست ريت ديسيجن متوقعين انه 1.75% تضل 1.75%، ان شاء الله هذه الريت ديسيجنز او الفوائد في كندا تاثر على الدولار كاد ويبتدي بالانخفاض او ارتفاع الدولار او الكندي مقابل الدولار الامريكي. هلا في البدايه خليني شوي بعد عنا 5 دقائق لاسترليني دولار، خلينا شوي نقوم بتحليل تقني على استرليني دولار لنشوف على المدى القصير شو بنتوقع.
خليني بس هيك اخذ فكره عامه عن استرليني دولار امامكم لشوف انا شو بتوقع على استرليني دولار اذا في حال ننتظر هلا سيرفيس بي ام اي سويا، اذا في حال بيكون هذا مثلث عظيم 4 1 2 3 4 5 تراينجل ما تم اختراقه ويف 1 2 3 اي 1 2 4 ساعات ندخل عم بعد شويه موجات اليوت لشوف شو ممكن يكون عم نتوقع A B C X هيدي X من الواضح لأنه W X Y A عظيم عندي ارتفاع هون 1 2 3 A B C X إذا بنحط في بوناتشي من آخر قاع لآخر قمة مستويات ال 125% ثبتناها إذا ثبتنا مستوى ال 125% يعني هيدي ويف B يعني هيدي ويف A وها ويف B اللي هي استهدفنا فيها ال 125% في بوناتشي الريجلر ويف موجة غير اعتيادية تكلمت عنها ونتوقع ارتفاع ويف سي لزيادة مستوى ال 129.70 فأنا بالنسبة لإلي إذا في حال بدي أفكر بالاسترليني دولار فكر بمراكز شراء من هذه المستويات مع وقف خسارة تحت آخر قاع اللي هو مستوى ال 126.70 يعني عندي 50 نقطة وقف خسارة مقابل تيك بروفيت تقريبا محدود ال 129.70 يعني 250 نقطة 250 نقطة مقابل 40 نقطة خلينا نجرب ندخل بمركز شراء يعني غريتوني غريتوني شو بدي أعمل أنا كنت حابب أنه أنتظر وما أتداول ولكن غريتوني هلأ وعنا بعض الأخبار والبيانات على استرليني دولار خلينا نعرض وقف خسارة 126.65 يعني عم نجرب هلأ نشوف إذا ممكن نستخرج فرص استثمار 126.65 ستوب لوس تيك بروفيت باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن ما تضحك علي انه دخل بمركز ما تضحك استاذ كرم ما تضحك علي لانه طبعا انا يعني فرجوني رسوم بيانيه ما بقدر خلص غيراني غيراني السوق لازم ادخل بالسوق يعني كنت حابب انه انا ما اتداول بشهر ديسمبر ولكن هذا المركز اكثر من واضح لانه تثبيت مستوى ال 125% في بوناتشي اكسبانشن اكثر من رائع مستوى ال 161% هو هدفي اللي هو 129.80 يعني اذا هذا المركز بنجيبه بربح طبعا بنكون نحن مميزين 129.70 رح حط تيك بروفيت اوكي يعني رح ندخل دخلنا بمركز شراء استرليني دولار باي مع وقف خساره تحت اخر قاع 126.65 يعني قرب هذه القاعان هون اوكي وطبعا مع تحديد هدف 129 اللي هي اي بي سي بنكون انهينا ويف اي من المثلث هذا المثلث على المدى الوسط للطويل اوكي هذا المثلث هون سجلنا ويف اي خليني اعطيكم بس الاهداف هون سجلنا ويف اي على هذه الكمة اوكي رجعنا ويف بي سجلناها على هذا القاع انتم بتعرفوا بالمثلث كان عندي اي بي سي ارتفاع سي بيرجع دي بيرجع اي وويف اي طبعا باستعمال فيبوناتشي من اخر قمة لاخر قاع نتوقع زيادة مستوى ال 61% كحد اقصى فهلا نتوقع انه استرليني ممكن يزور مستوى ال 129.80 اوكي خليني بس فرجيكم كيف التسميات بتصير عنا هون عندي ويف اي التصحيحي موجة اي هون عندي ويف بي ويف سي ويف دي وهيدي ويف اي اللي مرتفعين فيها لاجينج بتكون شو يعني لاجينج ويف اي ويف اي بتكون لاجينج يعني اقل من انه ترجع تزور مستويات المقاومة لازم توقف قبل فتلقب او تسمى لاجينج اوكي فهيدي بالنسبة للاسترليني دولار هلا خلينا ننتظر بعد عنا 2 minutes للبيانات اوكي زاد اهلا وسهلا فيك صباح الخير يعني كلكم قلبين هيدي الصورة مثل كارم شو عم بيصير يا جماعة لازم انا اقلب صورتي كمان بس بخاف ما يرجعوا بالشركة يكلموني يقولوا لي ليش قلب صورتك العالم ما عم تعرفك على كل الاحوال لكن بهذه الجلسة لكن كنا دخلنا بمركز شراء على استرليني دولار خلينا نشوف هلا البيانات شو ممكن يصير عنا اوكي البيانات على استرليني دولار او الارس في نحن ديسمبر 5 وين ديسمبر 4 وديسمبر 5 اوكي جي بي بي سيرفيس بي ام اي ان 1 مينت يا جماعه بعد دقيقه كان المتوقع 52.2 يعني هي السيرفيس بي ام اي ما انا مهمه ممكن ما يصير شيء بالسوق ولكن نحن عم نجرب انه هيك نعمل شويه حماس كرمال نقدر ندخل بفرص استثمار يعني ونجرب انه نتداول ولكن انتم بتعرفوا انه ما لازم نتداول بهذا الشهر على كل حال خلينا نشوف شو ممكن يصير عنا عرضنا وقف خسارة تحت آخر قاع تم تثبيت مستوى 125% في بوناتشي لازم نعرض وقف خسارتنا تحتها أوكي 125% في بوناتشي على الشمعة الخضراء تحتها مميزة يعني 126
126.73 عظيم، 126.65 وقف الخساره اللي اخترناه 126.65 اكثر من رائع وبزياده، يعني ما في لزوم نتداول اكثر. 11.5 طلعت البي ام اي لنشوف شو صار، انخفض السوق 50 دولار. اوكي 10 بيب منا حرزاني، نحن داخلين بنصف عقد ما تنسوا. اوكي هلا ابتدت التقلبات، خلينا ندخل على سمبيان الخمس دقائق شو اللي صار عندي. انخفاض، ابتدينا بالارتفاع بشمعة خضراء، تقلبات بسيطة جدا ما عندي شيء مهم. عظيم، رح نرجع نبتدي بالارباح، ابتدينا بالارباح 7. ليك السوق يعني ما بعرف اللي بيتداول على رسم بيانة 5 دقائق وديئة، كيف ممكن يتحمل هذه التقلبات انخفاض وارتفاع بالشموع؟ بيعمل اعصاب يا جماعة، كيف ممكن تعملوا مضاربة على رسم بيانة 5 دقائق وديئة؟ اوكي يعني بالنسبة لإلي بتعمل أعصاب أكثر من إنه نقدر نتداول ونجني بعد الأرباح. أستاذ سمير أنا بشكرك، يعني طبعا هي الشيء اللي بيميز المحلل إنه يكون صريح، المحلل اللي على طول إنه هو ربحان واللي هو فهمان على طول بكل شيء واللي هو بيعرف السوق، هذا الكذاب. ولكن طبعا يعني نحن كمحللين تقنيين بسيطين وخلينا نقول بكل بساطة هيك يعني عم نكون قد ما فينا شفافين بالسوق. 23 دولار ربح بستلين دولار، يعني عم جرب اعمل لايف تريدنج امامكم وتداول مباشر. انتم بتعرفوا معظم المحللين، كان عندي صديق لي محلل تقني فكان عنده سيمينار مره بدوله قطر، رحت معه فقرر يعمل لايف تريدنج امام الشعب وامام الاشخاص الموجودين، فهو شايف حاله على العالم انه هو افضل محلل، فدخل بصفقه خسرانه قدامهم وابتدوا العالم يفلوا من المحاضره. قعد ساعتين يتكلم ويشرح لهم عن استراتيجيات وعن السوق وقديش السوق سهل وافضل طريقه للتداول الى اخره، اخر شيء عمل لايف تريدنج خسر فلوسه امامهم. فاللايف تريدنج من اخطر الامور اللي ممكن نعملها نحن كمحللين تقنيين امام العالم وامام المضاربين وايضا اشخاص بيفهموا بالسوق كمان. يعني هذا المركز اللي اخترته هلا امامكم، دخلت بمركز شراء استرليني طبعا هذا خطيره جدا. هلا بالنسبه لنا طبعا احنا حطينا وقف خساره تحت اخر قاع تحت اخر شمعه لاسترليني دولار، ونتوقع ارتفاع بموجه سي او بموجه الصحيه ثالثه لمستوى ال 129.80، ان شاء الله نقدر نستفيد 200 نقطه بنعمل 1000 دولار منه هذا المركز، يعني ان شاء الله نقدر نستفيد منه. اوكي وبالنسبه لنا طبعا رح نضلنا متمسكين بهذا المركز الاسترليني. والاخبار خلينا نشوف شو ممكن يكون عندنا، طلعت نيجاتيف السيرفيس بي ام اي دوت بالاحمر قد راسنا والسوق عم يرتفع، يعني غريب هذا السوق. شفتوا ليش ما بتابع الاخبار الاقتصاديه والاجنده الاقتصاديه؟ شفتوا ليش بحل بالتحاليل التقنيه؟ دخلنا مركز شراء، طلعت الاخبار سلبيه لاسترليني دولار، ارتفع استرليني دولار، واو شو هالمفاجاه المميزه. انا بشكركم، يعني انا بشكر بريطانيا وبشكر جميع الرؤساء العظماء انه هن اخذوا بعين الاعتبار انه نحن داخلين بمركز شراء ورفعوا لنا استرليني شوي، شكرا لكم. التحاليل التقنيه هي الافضل يا جماعه، التحاليل الاساسيه اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار وندرس شوي بعض التحاليل الاقتصاديه لنعرف شو عم بيصير بالسوق، يعني اذا في حدا تكلم قدامنا، اذا في حال استاذ كرم مثلا طلع لايف على الفيسبوك حدا ساله شو رايك باقتصاد امريكا يعرف يجاوبه، يعني صح ولا لا؟ فمش هيك لازم نقرا ونلفت اقتصاد ونتابع بعض الاخبار، ولكن نحن بالتحاليل التقنيه مكفيين وموفين وما بدنا اكثر من هيك. فهذا هو رايي طبعا. استاذ سمير طبعا ممكن الذهب يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم عن الذهب، الذهب كنت انا متوقع انه هذه الموجه الاندفاعيه قد ابتدت وكنا انتهينا من اخر قمه لاخر قاع، هذه موجه رقم 1، موجه رقم 2 انتهينا منها على هذه القمه ونتوقع انخفاض موجه الثالثه بموجه اندفاعيه، ولكن للاسف ما حصلنا على هذا السيناريو. شو بدي اعمل؟ ابتدينا بالارتفاع ووصلنا لاخر قمه تم تسجيلها عندي، ليكو استرليني 55 دولار ربح، والله كتر خيره الاسترليني، شو بنحبها لبريطانيا نحن؟ يعني بتصير تحب البلد، اذا بتخسر باسترليني دولار بتصير تسب بريطانيا وتسب الرأسة وتسب البيانات وتسب البورصه وتسب الدنيا، ولكن لما نكون ربحانين ما اجمل بريطانيا، ما اجمل الرأسة، افضل شيء سيرفيس بي ام اي، احلى اجنده اقتصاديه اليوم. اوكي لا رح نتمسك بالمركز استاذ كارم، طبعا لو هذا حساب حقيقي كنت اغلقته من زمان، ولكن هلا حساب تجريبي نحن بننتظر وبننتظر وما بالنا بال.
هلا بالنسبه للاجنده الاقتصاديه كنا عم نتكلم عليها، ما تاخذوها بعين الاعتبار على طول. اما بالنسبه لاسعار الذهب استاذ سمير، اتوقع انه هذا النفق الميل على ارتفاع يكون خلينا نقول تقريبا الموجه الخامسه، ويف 1 2 3 4 5. اوكي، يعني اذا في حال تم اختراق مستوى ال 1235 و36 عن جديد ودولنا فوق لاكثر من نهار او نهارين، نتوقع زياره مستوى ال 1260 63، ومن ثم نتوقع الانخفاض. بكون الموجه التصحيحيه ما انعملت بشكل ثلاث موجات اي بي سي، بكون عملت 1 2 3 4 5. هذه الموجات 73 78 دولار 83 دولار، يلا بنا يا استرليني، يلا 104 111. شفتوا الارباح شو حلوه؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا اللايف تريدنج، هذا اللايف تريدنج، ما اجمل التداول. 79 82، بلش القلق، بلش البانيك، بلش الذعر، يا الهي. هيك المضارب بيعمل قلق لما يكون عم بتابع الارباح والخساره يا جماعه. هلا انا بخلي المركز مفتوح، بغلق اللابتوب تبعي، بغلق الجوال تبعي، والله انا فاتح نفس المركز بحساب الشخصي. طيب صدقوني يا جماعه، انا شاري داخل مركز شراء استرليني. اوكي، ولكن على حساب التداول امامكم، يعني كنت حب انه ما اعمل تريدنج، ولكن خلص اغرينا الرسم البياني. هلا على جميع الاحوال انا بتشكر وجودكم ودعمكم لإلي بهذه الجلسة، يعني كنت أكثر من سعيد إنه أعمل لايف تريدنج أمامكم، وأنا بتشكر دعمكم لإلي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو، طبعاً بفيدني اللايك، وأنا بشوفكم بجلسة بعد الظهر أيضاً اليوم، يعني خليها تكون الساعة 3:30 أو 4:30 بتوقيت السعودية، لنشرح هيك استراتيجية تداول معين، وأيضاً نتكلم سوا ونرجع خلينا نقول نعمل بعض التحاليل سوياً. أوكي، ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو، انا بكون اكثر من سعيد. كما كان محل تقني من شركه تكمن، جزاف ظهريه، الى اللقاء.